أخوك هرب يا مالك، هرب عشان ما يتجوزش غزل بيتي اللي اغتصبها ورماها، هرب بعد ما داس على عرضي وشرفي، قالها سعد بغضب بعد ما دخل بيت عيلة الصواف وهو ماسك عصايته بإيديه ووراه عبد الرحمن ابن أخوه دراعه اليمين وباقي رجالته. وكمل سعد كلامه وقال: يمين بالله من هنيه لحد بكرة لو أخوك ما ظهرش أعرف إنه فتح عليكم باب جهنم ومحدش يبقى يلومني على اللي هعمله يا ابن عيلة الصواف. كان مالك واقف حاطط ايده في جلابيته بكل برود واخيرا اتكلم وقال بملل: والله انا لو اخويا غلط فبيتك بردك مش ملاك، واحنا ما بنتهددش يا سعد يا رضوان، ولما ادينا لك كلمه وقلنا لك هنخليه يستر عليها ما كانش خوف منيك، لا عشان احنا حدانا ولايه ونخاف عليهم، واللي قال لك ان اخويا هرب غلطان، احنا اتفقنا كتب الكتاب اخر الاسبوع، يبقى خلاص بلاها وجع دماغ. قطعوا حماد أبوه هو نازل على السلم وقال له بصوت عالي: مالك عيبك ده، دول في دارنا بردك. وبص لسعد وقال له: وانت يا حج سعد زي ما مالك جالك احنا ما هنخالفش كلمتنا عاد، فبلاش التهديدات دي ملهاش عازة. عبد الرحمن ما عجبوش طريقة كلام مالك وكان جواه نار من تلميحاته القذرة ولسه هيرد، مسكه سعد وقال له بهدوء وهو بيهز راسه: همي بينا يا ولدي، الحديد خلص خلاص. وبص المالك وكمل كلامه وقال: اللي عندنا قلناه ويبقى يحصل غيره، ساعتها مش هيبقى بينا غير الدم. وخرج. وعبد الرحمن بص المالك بغيظ ومشي ورا عمه. مالك بص لأبوه بعصبية وقال له: عاجبك ولدك واللي عامله فينا عاد وشغل العيال الصغيرة ده؟ بص له أبوه قال له بقلق: احنا مش كد عيلة الرضوان يا مالك، تجيب لأخوك من تحت الأرض لازما يتجوز لبنته ويستر عليها، وإلا هتبقى حرب واحنا الخسرانين فيها يا ولدي. مالك اتكلم بغضب وقال وهو بيقرب من ابوه: هو احنا بردك مش قليلين في البلد، احنا عيلة الصواف وهو خبرنا زين، وخابر انا بجمين، هو اقدر اعمل ايه؟ ردت امه عليه وهي نازلة من على السلالم بخوف وقالت: حقهم يا ولدي، دي بيتهم وده عرض، وانت خابر ان الشرف لو حد مسه فيها قتل. وقربت من حماد جوزها ومسكت ايديه وترجته وقالت: لازم ترجع فؤاد ولدك يا حماد، لازم ان يستر على البنتة، دول ممكن يقتلوا لو ما تجوزهاش، هو انا ام وخايفة على ولدي؟ نفخ مالك بضيق وهو بيفتكر اخوه اللي متدلع طول عمره ومش شايل مسؤولية حاجة، وافتكر كلامه معاه لما واجهه باللي عمله وقال له انها كدابة وانها كانت عشقته ان اللي حصل كان برضاها وان دي تمثيلية منها علشان تجبره يتجوزها ويستر عليها، وتحولت ملامحه للقرف من غزل على رخصها. فلاش باك من اسبوعين كانت بتعيط وبتترجى يرحمها ويبعد عنها، لكن للأسف هو ما كانش في وعي من كمية المخدرات اللي تعطاها، وعشان كده أول ما شافها ماشية لوحدها على أول البلد استغل إن مفيش حد في الوقت ده واغتصبها، مع إنها كانت بتترجى يرحمها بس هو ما رحمهاش وخلاها تعيش بالعار عمرها كله بسببه. كان مغمى عليها وفجأة فاقت بفزع ولقيت نفسها مرمية على الأرض، قامت بلهفة وجريت بأقصى سرعة عندها وهي ماسكة هدومها المتقطعة وعمالة تتلفت بخوف وهي بتعيط وخايفة حد يلمحها. كان جسمها كله كدمات والدم مغرق جسمها ووشها، وكل شوية تمسح بإيديها دموها اللي مغرقة عينيها ومش شايفة الطريق قدامها بسببها. حمدت ربنا إن الدنيا ليل والناس كلها في بيوتها، وهي بتجري وقعت على وشها اتوجعت وعيطت أكتر بقهر وقامت تاني بسرعة قبل ما حد يشوفها، ووصلت بيتها ودخلت جري، والحسن حظها ان الغفر اللي على الباب ما كانوش موجودين كمان، دخلت بسرعة وهي خلاص مش قادرة من التعب. وفي بيتها بيت عيلة الرضوان المعروفة في البلد بالكرم والأخلاق. الساعة كانت 11 بالليل، كانت فريدة وتبقى مرات كبير البيت سعد الرضوان وأم غزل، كانت رايحة وجاية بقلق وبتفرك في ايديها من الخوف والتوتر وهي بتقول: استرها يا رب استرها، هتكون راحت فين؟ اخ يا مرك يا فريدة، لو سعد جاله خبر ان بنته لسه بره الدار لحد دلوك هيقتلني، هعمل ايه؟ اروح فين واجي منين بس؟ وقعدت على الكنبة بقلق وهي بتخبط بايديها على ركبتها وبتقول: فينك يا غزل يا بنتي كل ده؟ يا ريتني ما كنت وافقت على خروجك واخرك ده. قطع كلامها خبط على الباب ضعيف، قامت بلهفة وهي بتقول: اهجت الحمد لله يا رب، وقامت راحت ناحية الباب وفتحته واتفاجئت بغزل واقفة قدامها وسند على الباب بضعف ومتبهدلة وهدومها مليانة دم، اتخضت وخبطت على صدرها بصدمة وقالت: يا مرك ايه اللي جرالك يا بنتي؟
مين اللي عمل فيك كده؟ وقربت منها بلهفة، وغزل كانت خلاص مش قادرة تقف وقالت بصوت متقطع وضعيف: الحجين ياما. ووقعت في حضنها مغمى عليها. فريدة صوتت بصوت عالي وهي ماسكة في بنتها بخوف: الحجون يا ناس، بنتي هتروح مني غزل. وعن الناحية التانية كان داخل بيته وهو بيتسحب وبيتطوح كالعادة من ساعة ما رجع من بلاد برة، بس المرة دي كان قلقان وداخل بيتلفت حواليه أحسن أبوه أو أخوه يشوفه. وهو ماشي اتكعبل في الكرسي وقع على الأرض، نفخ بضيق وبعدين حاول يقوم وسند على الكرسي، لكن اتفاجئ بأمه بتسنده علشان يقوم واتخض وقال: حم، ايه اللي مسهرك ياما لحد دلوك؟ بصت له أمه بضيق وهي بتبعد عنه قالت له: كنت مستنياك يا ولدي عشان خبر انك هتيجي واخري زي عادتك. وقربت منه وكملت كلامها بحنان وقالت: مش ناوي تعجل بقى كده وتبطل سهر وشرب لحد ميتة؟ هتفضل كده يا ولدي. وهي بتتكلم اخدت بالها من هدومه ان عليها دم، برقت من الصدمة وقالت بخضة: يا مري، ايه الدم ده يا فؤاد؟ انت اتصبت ولا ايه؟ اتوتر فؤاد وزغ بعينيه بعيد عن امه وقال لها: لا ياما، مفيش حاجة، ده اني اتعاركت مع حد في الشارع وخلاص، يعني الخناجة انفضت. بصت له امه بشك وقالت له: طيب يا فؤاد، اطلع فوق يلا اتحمم، وبعدين نام قبل ما ابوك يشوفك عشان لو عرف انك جيت واخري تاني هيسود عيشتنا كلاتنا. عودة من الفلاش باك كانت غزل في اوضتها قاعدة على سريرها وهي ضم رجليها لحضنها وبتعيط من غير صوت وسرحانة، وكل شوية تفتكر اللي حصل، ومن كتر التفكير حطت ايديها الاتنين على راسها وقالت بتعب: خلاص بقى كفاية، مش عايزة افتكر، مش عايزة، حرام بقى، يا رب اموت وارتاح من اللي انا فيه واريح اهلي من عاري. وعيطت بحرقة ودخلت عليها فريدة امها وقفلت الباب وراها وقربت منها بلهفة وقعدت جنبها وشدتها لحضنها وعيطت هي كمان وهي بتحاول تهديها وقالت: خلاص يا بيتي، ما تعمليش في نفسك كده، اللي حصل حصل، هنعمل ايه؟ ده أمر الله. غزل تبتت في حضن أمها جامد واتكلمت بشحتفة وقالت: خلاص ياما، أنا مستقبلي ضاع، بقيت معيوبة، أنا جبتلكوا العار. طبطبت عليها أمها ومسحت دموعها بإيديها وقالت بحرقة: منه لله، منه لله فؤاد ابن عزيزة، بس أبوكي مش هيسيب حقك يا بنتي، ما تخافيش، بس أهم حاجة لازم يتجوزك ويستر عليكي. غزل مسكت إيد أمها برعب وقالت لها بحرقة: انتي بتقولي ايه؟ اتجوز مين؟ اللي ذبحني؟ انا لا يمكن اتجوزه، ده حيوان، انا مقدرش ياما، مقدرش، الموت عنده ون. حاولت امها تهديها وقالت لها: ما تخافيش يا بيتي، ده جواز على ورق عشان محدش يقول عليك نص كلمة يا غزل، لو حد من اهل البلد شم خبر هتبقى فضحتنا بجلاجل، واسم ابوك هيتحط في الطين. يرضيكي؟ يرضيك ابوك يتكسر وسط الناس يا بيتي؟ عيطت غزل بحرقة لأنها عارفة أن كلام أمها صح ولازم تتقبل الواقع، لأن محدش هيرحمهم من أهل البلد لو عرفوا. هزت راسها بقلة حيلة وحضنت أمها بخوف وهي بتترعش من كتر العياط والخوف من اللي جاي. وقف عبد الرحمن بعصبية وقال: حدي تهدى يا عم عاد، انت عايزنا نسيب حجنا وما ناخدش حج عرض بيتنا اللي الكلب ده داسه؟ وحتى لما فكر يهرب ما سبتنيش اتحدت وطربج البيت على دماغهم. ليه كده يا عمي؟ هيفتكرونا ضعاف. خبط سعد بعصايته على الارض بتحذير وقال بغضب: الزم ادبك يا عبد الرحمن، انا كل اللي قلته اني عايز اجيب حق بيتي بس ما فضحهاش، وانت خبر زين اني اقدر امسح عيله الصواف من على وش الارض، وزي ما انت خبر بردك الطار اللي بيننا وبينهم، ولولا انهم قدموا كفنهم وعملنا قعده صلح كان زمانهم ملهمش اثر من زمان. عبد الرحمن اتنهد بغضب وقعد قدام عمه وقال: أنا خابر اللي انت بتقوله يا عمي، وخابر انك خايف على سمعة غزل، وعشان كده مرضتش اتحدد، واحنا قاعدين معهم لما قلت جواز، بس انا لو بيدي كنت رحت طلعت روحه بيدي الكلب اللي اسمه فؤاد ده. هز سعد راسه بقلة حيلة وقال: ومين سمعك يا ولدي؟ أنا لولا سمعة بيتي كنت دفنته حي عشان جه على شرفي وعرضي، لكن للأسف مضطر نجوزها له عشان بيتي ما تتفضحش. وبص لعبد الرحمن وكمل كلامه وقال: أني خبر يا ولد إنك خايف على بنت عمك، وهو ده العشم برضيك، بس حكم عقلك دايما عشان ما تعملش حاجة تندم عليها. وتنهد وقام وهو بيعدل جلابيته وقال لعبد الرحمن: حضر نفسك والرجالة عشية عشان هنروح لعيلة الصواف ونعجل بالموضوع ونخليها الخميس بدل الجمعة الجاية. وسابه وراح ناحية الباب
وهو بيكمل كلامه قال: أنا خارج دلوق، رايح أطل على الأرض، ابقى حصلني. وسابه وخرج. وعبد الرحمن اتنهد بغضب وهو بيفكر ايه اللي هيحصل لما عيلة الصواف يعرفوا باللي حصل، ويا ترى هتعدي على خير ولا لأ، وخصوصا انه عارفهم وعارف المشاكل اللي كانت بين العيلتين من سنين. ولسه هيخرج من باب أوضة المكتب اتفاجئ بقمر بنت عمه داخلة المكتب بتجري وهي بتنده على أبوها، وقفت بصدمة لما لقيت عبد الرحمن في وشها. عبد الرحمن اتنحنح بحرج وبص في الأرض وقال لها: عمي سعد خرج يا قمر مش هنا. اتكسفت قمر من دخولها جري كده وقالت له: آسفة يا أبي عبد الرحمن، كنت فاكرها هنا وكنت عاوز الحاجه قبل ما يمشي. رفع وشه وبص لها بصة طويلة وقال: لو عاوز حاجة قوليلي، أنا رايح له وهبقى أقول له على اللي انت رايداه. بعدت شعرها ورا ودنها وقالت له بابتسامة: لا خلاص مش مشكلة، دي حاجة تخص المدرسة، لما يرجع بقى هبقى أقول له، بعد إذنك يا واد عمي. وسابته ومشيت. عبد الرحمن بص مكانها وابتسم بسعادة علشان شافها، واتضايق لما قالت له يا أبي وهو بيعشقها من أول ما عيني لمحتها، لكنها شايفاه أكبر منها، وده خلاه مش طايق نفسه وخرج بغضب من المكتب والبيت كله. دخل مالك أوضته ولقى مراته قاعدة قدام التسريحة بتسرح شعرها وما ادتلوش أي اهتمام، ولما دخل نفخ بضيق وراح ناحية الدولاب وطلع بيجامة ودخل الحمام يغير، وخرج بعد شوية لقاها قاعدة على السرير مستنياه، وأول ما شافته قامت وقربت منه وقالت له: إيه يا واد عمي مالك متضايق ليه وعمال تنفخ الضيق؟ بص لها مالك بسخرية وقال لها: وانت من متى وانت بتهتمي يا ميار؟ كل اللي همك تلبسي دهب كديه هو معاكي فلوس كديه؟ وقفت ميار ببرود وقالت له وهي حاطة ايديها في وسطها: وماله يا واد عمي لما احب الذهب والفلوس، دي حاجة تبسطك مش تخليك مبوزك ده. ولسه مالك هيرد عليها قطعوا صوت تليفونه، بص لها بغيظ واخد تليفونه وحط السماعة على ودنه وقال: خير. واول ما سمع اللي اتقال له برق من الصدمة. مالك قام وقف من الصدمة والتليفون على ودنه وقال بعصبية: يا ولد المحروج، هو ما قلتليش ليه جاي تحدتني دلوك؟ هيكفي الغور. وقفل في وشه ولبس جلابيته بسرعة. كل ده وميار مراته متابعاه بعينيها، وقامت بفضوله ووقفت قصاده وسألته: هو في ايه يا مالك؟ ايه اللي حصل مخليك متضايق كده؟ ما ردش عليها مالك وسابها وخرج ورزع الباب وراه، وهي قعدت على السرير بضيق وقالت: واه هو ما بيردش عليا ليه ده عاد؟ ومسكت دقنها وكملت كلامها بفضول وقالت: بس اكيد حاجة كبيرة اللي تخليه ينزل بسرعة كده. يلا يا خبر بفلوس بكرة يبقى ببلاش. دخل عبد الرحمن بيته بعد ما ساب عمه ومشي، ودخل لها أم راوية قاعدة هي وأخته أميرة بيتعشوا، قرب عليهم وقعد جنبهم على السفرة وبس أمه وقال لها بابتسامة: كيفك يا أمه؟ ردت عليه أمه بحب وقالت: تسلم وتعيش يا ولدي، كيفك أنت وعمك كيفه؟ رد عبد الرحمن بهدوء وهو بيقوم وقال: الحمد لله زين يا أمه وبيسلم عليكم، أنا هطلع أريح أحسن تعبان قوي. ردت أمه باستغراب وقالت: طب مش هتتعشى معانا يا ولدي؟ كان لسه هيرد بس قطعته أميرة وهي بتقول بسخرية: همالي الحال ياما، الظاهر إن عمي وبناته خلاص خلوه يستغنى عنينا. بص لها عبد الرحمن بضيق وقال: أنا مش فايق لحديتك الماسخ ده يا خيتي، همالين الحالي. وسابهم وطلع. وبعد ما طلع زغدتها أمها في إيديها وقالت لها بغضب: هو في إيه يا بت؟ كل يوم تسمي بدن أخوك بالحديت الماسخ ده؟ مالك وماله عاد؟ اتكلمت أميرة بغيظ وقالت لها: يعني انتي مش واعية لعمايله؟ ليل نهار عند عمي، هي في الأرض يا في داره، ولا كانه مرمطون ليه والبناته حاجة تزهج. اتضايقت أمها من كلامها عن عمها وولاده وقالت لها بهدوء: اسمعيني زين يا بيتي، أنا خبرة زين إنك لا بتطيقي عمك ولا بناته، معرفش ليه بس كده ما ينفعش، اوعي تنسي إن عمك هو اللي حاجة علينا، أنا وانتو لما كنتوا صغيرين لما أبوكوا مات واحد غيره كان جال وأنا مالي وكان رمانا وما سألش فينا، بس هو لم عيال أخوه ورباكم انت واخوكي وصرف عليكم لحد ما كبرتوا وبقيتوا عرايس، ولحد دلوك بيعملكوا زي بناته ومش بيفرق بناتكم. ليه تعملي كده يا أميرة؟ عشان خاطر يا بنتي ما تسمعيش للشيطان وسيب أخوك في حاله، ده كفاية إن عمك بيعامله كيف ولد اللي مخلفهوش. بصت لها أميرة بزهق وقامت وقالت ببرود وهي بتشيل الأطباق: هو ما تنسيش ياما برضك ان ابويا مات في ارضه هو بسببه، وعشان كده عمل معانا كل اللي بتقولي عليه ده، يعني عشان هو ملزم ومجبر على كده مش شفقه ولا عطف. وسابتها ومشيت على المطبخ. اتنهدت امها بيأس وقلق منها ورفعت ايديها وقالت: ربنا يهديك يا اميره يا بنت بطني ويرجع لك عاجلك.
كانت قاعدة غزل في أوضتها على سريرها وسرحانة في عالم تاني، وكانت بتفتكر لما كانت بتقابل فؤاد في الشارع لو كانت بتجيب حاجة، وكان بيضايقها بكلامه ونظراته، وآخر مرة لما ضربته بالقلم وهددته إنها هتقول لأبوها علشان يبعد عنها، بس هو ما كانش بيهمه حد، مع إن المفروض يخاف، وخصوصا علشان بين عيلتهم طار وحدود ما ينفعش يتعدوها. وافتكرت لما شافته اليوم المشؤوم ده وهو سكران، وقلبها اللي اتقبض اول ما هو لمحها، وجي ناحيتها وعيونه بتطلع شرار وغيظ وكأنه بيكسرها علشان ضربته واهانته. دمعة نزلت من عينيها بوجع ومسحتها لما سمعت الباب بيخبط ودخل عليها ابوها. قامت بلهفة وخوف ورجعت لورا اول ما شافته، وقال لها ابوها وهو بيقفل الباب: ما تخافيش يا بنتي، انا مش هسيب حقك واصل حتى لو على رقبتي، انا عندي اموت بس رقبتك تبقى مرفوعة في وسط الخلج. وطبطب على كتفها بحنان. ردت غزل ودموعها سبقاها وقالت: بعد الشر عنيك يا بوي، اقتلني يا بوي واغسل عاري بيدك، انا اللي بقول لك يا بوي اقتلني وريحني وارتاح من جرفي. ابوها اخدها في حضنه وقال: بعد الشر عنيك يا ضيعيني، انا ما اقدرش اعيش من غيرك يا بنتي، ما توجعيش قلبي عليكي مرتين يا بنيتي، وحقك هجيبهولك من الكلب ده بس استر عرضك الاول، لكن انا لومي عليك انتي ليه تخرجي واخرج ده. غزل بارتباك وهي بتخرج من حضن ابوها قالت: حقك عليا يا بوي، انا ما كنتش اعرف انها يحصل كل ده، انا كنت عند رباب صاحبتي قلت اروح اقعد معاها شويه واديني بفك نفسي، يا ريتني كنت مت قبل ما خطي باب البيت، انا غلطت بس عقاب الغلط ده كان كبير قوي يا بوي. ابوها بتنهيده وحسر على بنته اتكلم وقال: ما تقلقيش يا قلب ابوكي، هاخد لك طارق منه هو وعيلته كلها بس الصبر. نزل مالك بسرعه وهو بيتلفت على ابوه، لقى امه خارجه من المطبخ، بص لها بلهفه وقال بخضه: اما فين ابوي؟ امه بلهفه وخوف من طريقه ابنها: خير يا ولدي، في حاجه ولا ايه؟ مالك وهو بيدور بعينيه على ابوه: ها لا ياما ما تقلقيش، بس رايده في حديثك ده. امه بشك: بس شكلك بيقول اني في حاجه كبيره يا ولد بطني. قطعها صوت حماد من المكتب وقال: مالك تعالى انا هنا، لو فضلت واقف مع امك مش هتخلص تحجيج. مالك وهو رايح لابوه قال: عندك حق والله يا حاج. امه بصت له بتعجب وقالت: هاني غلطانه، كنت رايده اطمن، بس يلا انا هدخل اشوف اللي ورايا. مالك وهو بيقفل الباب وراه قال: ابويا كنت عايز اقول لك على حاجه بس ما تتضايقش وان شاء الله محلوله. حماد وهو بيشاور لابنه انه يقعد قال له: في ايه يا ولدي جلكتني؟ مالك وهو بيقعد وبياخد نفسه قال: ابوي فؤاد سافر. اتكلم حماد باستغراب وقال: سافر وين يعني؟ شيع له يجي، خلاص مش فاضل الا يوم يا ولدي، ولو مرضاش يجي نسافر له ونجيبه من جفاه. اتكلم مالك بارتباك وقال: تسافر له فين يا ابوي؟ حماد بيبص لابنه بغرابه وبيقول: مطرح ما هو موجود. مالك قام وقف وقال لابوه: يا ابوي ابنك سافر بلاد بره. حماد قام وقف من الصدمه وقال: ايه اللي بتقوله ده؟ وايش عرفك؟ اتكلم مالك بتنهيده وقال: كنت مكلف عماد يدور عليه واتصل من شويه وقال لي، هنعمل ايه في الوجعه دي يا ابوي؟ حماد خبط المكتب بايده بعنف وقال: دي وجعه مهببه يا ولدي، احنا انتهينا خلاص. مالك وهو بيبعد شويه عن المكتب: دي اخر الدلعكم المسخ ليه، ياما قلت لك يابا كتر الفلوس والسفر لبلاد بره هيبوظوه، بس انت كنت بتفتكرني غيران منيه. اتكلم حماد بحزن وقال: عندك حق يا ولدي، بس قول لي هنعمل ايه في الوجعه دي دلوقت. وفي بيت عيله الرضوان، قمر وهي داخله على امها في المطبخ اتكلمت وقالت: ماما انا هموت من الجوع، خلصت الوكل ولا لسه؟ وبتفتح الحلل. فريده بصت لها بعصبيه وقالت: بقول لك ايه يا بنت انتي، انتي خبره زيني اني ما بحبش الحركه العفشه دي، واصل لمي نفسك، انا خلاص خلصت اهو وهم معايا نغرف الوكل. قمر وهي بتغطي الحلل: حاضر يا ست الكل. وكملت بتردد وقالت: ماما هي غزل مالها وليها تتجوز بالسرعه دي؟ فريده سابت الاطباق على الرخامه وبصت لبنتها وقالت بجمود: مالكيش صالح عاد، هي كبرت دلوك ولازم تتجوز وجيها عدالها ووافقنا. قمر وهي معترضه: كيف ياما ماليش صالح؟ دي اختي وانا شايفاها حزينه وحابسه نفسيها في جدتها، ومنين ما ادخل عليها لاقيها بتعيط، ليه تخصبوها على الجوازه دي؟ وبعدين مش ابوي مقاطع العيله دي، يبقى ازاي هتجوزوا بنتكم لابنهم؟ اتكلمت فريده بقله صبر وقالت: بقول لك ايه، انت لسه صغيره على الحديد ده ومالكيش صالح واصل. اتكلمت قمر بعناد وهي بتبص لامها وقالت:
ماما أنا ما عدتش صغيرة، أنا عندي 17 سنة. فريدة بعد ما نفس صبرها من بنتها اتكلمت وقالت: طب بقول لك ايه بقى، قفلي يا ام 17 سنه انت على الحديد ده وخرجي معايا الوكل بدل ما اقول لابوكي وهو يبقى يشوف له صرفه حداكي. اتكلمت قمر بقله حيله وقالت: حاضر يا ماما هتكتم اهو. وخدت الاطباق من امها وخرجت على بره. وفي بيت عيله الصواف مالك فتح باب اوضته ودخل لقى ميار مستنياه، ودخل وما بصلهاش زي العاده وفتح الدولاب وغير هدومه. واتكلمت ميار وقالت: مالك يا واد عمي داخل ولا كاني موجودة يعني؟ اتكلم مالك بخنقة وقال: بقول لك ايه يا ميار، همليني الحال، انا مش فايجلك. ميار وهي بتقف جنبه وحاطت ايديها على كتفه بخبص ودلع قالت: مالك بس يا حبيبي، قولي هاني مرتك سرك وغطاك. مالك وهو بينزل ايديها من على كتفه قال: بقول لك ايه يا حبيبتي، انا عايز انام. ها اطلعي من نفوخي بقى ووسعك ده. وسابها وراح ناحية السرير. اتكلمت ميار بزهق وبصوت واطي وقالت: طيب يا اخويا نام، ما هو اصل الواحد ما يعرفش يطلع منك بمعلومة عدلة. وفي بيت عيلة الرضوان قمر بتخبط على باب غزل وفتحت ودخلت وقالت: القمر قاعد لحاله ليه؟ غزل بارتباك وهي بتمسح دموعها بسرعة قالت: عادي يا حبيبتي تعالي. قمر قفلت الباب وراها ولحظت دموع أختها وراحت قعدت جنبها على السرير وقالت: مالك يا غزل، لو مش رايدة الجوازة دي ما تقولي لأبوي إنك مش رايداه. غزل بدموع وحسرة على حالها قالت: لا يا خايتي أنا موافقة. قمر قالت: لا يا غزل، شكلك بيقول إنك مغصوبة على الجوازة دي، أنا حاسة إن في حاجة ما انتش رايدة تقولي لي عليها. ردت غزل بارتباك وقالت: أبدا يا قمر، هيكون في إيه؟ قمر سابت أختها وراحت ناحية الباب وقالت: لو انت هتفضلي ساكتة كده ومش راضية تتحدتي، أنا بقى مش هسكت، هروح لابن عيلة الصواف وأقول إنك مش رايداه عشان ده ما يرضيش ربنا. ومدتش قمر فرصة لغزل ترد عليها وخرجت بسرعة ونزلت تجري على تحت، وهي مكررة فعلا تعمل كده علشان تنقذ أختها. ولحد هنا خلص الجزء ده، استنوني في الجزء القادم. دمتم في أمان الله.